لم يجد مفرا سوى هذه العربة التي تحمله للجوء إلى مكان أكثر أمنا. هذا المسن الذي يرتعد من البرد القارس أو ربما حالته الصحية التي تتدهور يوما بعد يوم، يعاني هو وغيره من رحلة نزوح قاسية من خان يونس إلى رفح. المدينة التي تقع جنوب قطاع غزة تشهد عمليات مكثفة ومعارك ضارية مع جنود الاحتلال الذين تقدموا جنوبا، الأمر الذي زاد من الضغط على سكان قطاع غزة إلى التمركز في مساحة تقل عن ثلث مساحة القطاع. احنا نفدنا برواحنا، يعني انه على اساس انه ننفد من القصف والدمار اللي بيصير حوالينا، طلعنا برواحنا لقينا البرد، يعني ممكن يعني الانسان الطفل ما ماتش من القصف او احنا متناش من القصف حنموت من البرد. اتمنى كل الصور هذه توصل لكل العالم تنحل، يعني مش طايل فينا روح. واضطر ما لا يقل عن 1,900,000 نازح يشكلون نحو 86% من سكان القطاع إلى الانتقال إلى ملاجئ مكتظة بالفعل نحو الجنوب، فيما يبحث المزيد من الناس عن المأوى وسط صعوبة جراء الطقس ومياه الأمطار الكثيفة التي طالتهم حتى في الخيام التي تأويهم. والله احنا مش عارفين وين نروح وين نيجي، دارنا تهدمت من الدور اللي حولها، ورحنا على شو اسمه يعني لنا 3 أشهر في المدرسة هاي. وجهت إلى أماكن المأوى في خان يونس إحدى المدارس وجلست فيها 110 يوما ونعاني من قلة الأكل والشرب والمواصلات والغاز والكهرباء، ولا نزال نعاني هذه المعاناة حتى جاءت 3 تعليمات بالخروج من المأوى والتوجه إلى المواص إلى رفح، والآن لم أعرف مصيري، عند عائلة وأفراد وأطفال، لا يوجد لنا أي مأوى، الآن برد شتاء، توجهنا بطريق غير مباشرة إلى رفح. دفع الفلسطينيين إلى التمركز في مساحة تقل عن ثلث مساحة قطاع غزة أدى إلى تعقد الوضع الإنساني للسكان النازحين أكثر، خاصة أنهم بحاجة إلى كل شيء، الغذاء والماء والمأوى والأمان الذي افتقدوه منذ بداية الحرب.